الطاقة والكهرباء في البلاد من أجل تسهيل تقديم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ودعم للزراعة المروية، إضافة إلى الحكم الراشد، حيث سوف تساعد المساعدات في تقوية القدرات في إدارة الموارد المالية فيما يسمح بظهور القطاع الخاص. وأكد بيان الصندوق الأوروبي للتنمية والذراع العاملة في مجال الدعم التنموي داخل الاتحاد الأوروبي لأن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرة صندوق دعم أفريقيا والكاريبي، وذلك على مدى 6 سنوات من عام 2014 حتى عام 2020، وتبلغ قيمة المخصصات في هذا الصندوق 30 بليون دولار. من جهة أخرى، كانت إثيوبيا قد حصلت على مساعدات تنموية من نفس الصندوق بدون أي شروط مسبقة، على عكس إريتريا والتي قدمت للاتحاد الأوروبي وعودا بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة تحديد مدى الخدمة الإلزامية ب18 شهرا. اتفق كل من وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في ختام مباحثاتهم حول سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت الماضي على استئناف المباحثات يوم 27 من الشهر الجاري. وقال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور الذي تلا البيان الختامي للصحفيين أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة على نفس مستوى التمثيل يومي 27 و28 من الشهر الحالي بالخرطوم. وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين أكد غندور أنه لا يمكنه التحدث عن النقاط التي تم الاتفاق عليها، وأن الأطراف المتفاوضة تحتاج لأسبوعين.